موتكو يعني ندوي ساعتين ونص. انا حاولت اقنع حسن نتآمر على خالد ونديم نعملها ساعة ونص بس رفض المؤامرة. على فكرة قصة انه الكل مروح بباص واحد هي ممتازة للإبقاء على الجمهور يستعملوها دائما. يعني في يوم تفاؤلي كنت بقول انه يوجد تواصل يعاني من القطيعة، يوم متشائم كنت بقول توجد قطيعة تعاني احيانا من التواصل في الشأن الثقافي. الشأن الثقافي زي اي كل مجتمع، يعني بديش اقول متخلف، خلينا نقول مجتمع لا يحترم الثقافة، لا يحترم المثقفين والمبدعين. احنا في وهم انه يعني احنا شعب بنحب الكتاب وبنحب المثقفين وبنحب اهل المسرح، حكي فاضي. احنا بنحب الرومانسيه تبع الفكره انه عندنا مسرح وعندنا كتاب، بس احنا شعب لا يحترم لا اللي بينتجوا ادب ولا بينتجوا ثقافه ولا بينتجوا مسرح ولا موسيقى. من هاي الاشكاليه انا ليش بديت بهالشغله فاتن كيفت. عشان هيك الهم الثقافي رغم الوهم انه يحتل جزء اساسي من الهم الفلسطيني هو في اسفل السلم. اول شيء الاقتصاد، بعدين المجتمع، بعدين القدس، بعدين الحدود، بعدين اللاجئين، بعدين كل الخيارات الثانية. تانو نتفضل لأنه في والله مجموعة عم بحاول ينتجوا يبنوا الهوية يكملوها ويعطوا أشياء لأولادنا لقدام. يعني إحنا أهم من الحدود. الثقافة الفلسطينية أهم من قضية القدس حسب رأيي، واللي بيزعل يزعل كعبادة وكسيادة. القدس بلد ثقافي حجارة ميتي لا معنى لها. ففي عنا ازدواجيه مهلكه احنا كشعب فلسطيني، انه شعار الاحتضان الثقافي وحب الثقافه وكذا اذا كان بيخدم امسيه حزبيه او اهزوجي لشيء تنظيم فلسطيني بيجيبوا فرقه دبكي وشاعر بيخلع قصيده عسماء، فالمثقف بيكون والله ممتاز والكاتب عظيم وكل هاي الشغلات. باقي ما باقي في نوع من الـ مش بس تحييد، تهميش واضح وجلي، وانا حسب رايي لمسناه بشكل خارق ولا يقبل التاويل لما صار عندنا وزارة الثقافه. والاداء الفضائحي تبع وزاره الثقافه الفلسطينيه في تحويلها الى مزرعه مقربين تقتل الثقافه الفلسطينيه اثبت بما يقبل الشك انه احنا لا على مستوى سلطه ولا على مستوى شعب عندنا قدره نحط الهم الثقافي في المرتبه الخامسه. خلينا نكون يعني حذرين في التفاؤل. هاي مقدمة عامة لحتى أفوت على الإشي العيني اللي بدي أحكي عنه، لحتى أحط موضوع الثقافة بسياقه العام الفلسطيني. يعني مش القصة مش بس تواصل بين عرب، نسيت قصة تعريفاتنا، في عرب الشمانت وعرب إسا. هاي مهمة جدا، عرب الشمانت هاي مهمة جدا، راح أصلها في متن الحديث لأنه كمان لها علاقة في الديناميكية بالتواصل الثقافي ما بين، أنا سميتها بالمداخلة تبعت شقي البرتقالة. يعني بتخيل فيش حدا بيختلف معي انه احنا شعب مشتت ومشرذم وموجودين في مناطق كثيرة جدا في العالم، وبحكم التواجد الجغرافي والفيزيائي والثقافي كل مجموعة موجودة في دولة او في نطاق او حيز معين انطبعت بطباع المكان. فالفلسطيني يعني الكندي او الامريكي وفلسطيني يعني الحلوة والفلسطيني من الناصرة او حيفا بيختلفوا في اشياء جوهرية. حتى بضل السؤال شو الجامع شو الرابط، يعني هل في ثوابت بعد محافظة على تماسكنا كشعب؟ بديش أدخل لهذا، يعني اختصاص السياسيين والأكاديميين. بس على المستوى الثقافي صعب جدا أول إشي نعرف شو يعني هي الثقافة الفلسطينية. يعني هل عرض قبل سنة كان في باريس عرض رقص معاصر تعرض فيه ثلاث فلسطينيات على الخشبة في باريس وقامت قائمة الجالية الفرنسية ولم تقعد حتى الآن؟ هل هذا جزء من ثقافتنا؟ يعني هل هذا الموروث وتفاعل الحضارات في كل أماكن تواجد الفلسطينيين في العالم يجب أو يمكن أن ندخل في تعريف الثقافة الفلسطينية؟ وما هي حدود الثقافة الفلسطينية؟ بدي أحصرها ما بين عرب 48 والمناطق المحتلة بال 67. إحنا كعرب في الداخل أو فلسطيني الداخل واللي بدكوا إياه، فينا مكون إسرائيلي شاء من شاء وأبى من أبى. في ناس مسيطرة عليه ومحجميته معرفيته قيمته بالضبط وانه بتخبطوا على راسه للعفريت كل ما يطلع، وفي ناس اقل، في ناس منتميه انتماء اعمى للمجتمع الاسرائيلي. يعني انا بصدقش نتائج انتخابات، احنا الاحزاب العربيه مزور كثير انتخابات، فتصدقوش يعني انه بس 30% احزاب صهيونيه او انه الاحزاب العربيه اكتسحت او ما اكتسحت. في مشكله بالتصويت للكنيسة، مشكله مستفحله لان حسب رايي لا تعكس
صورة الوضع الطبيعي في الشارع، وأنا مش عم بتهجم على أبناء، يعني على أبناء جلدتي في الداخل، أنا عم بقول إنه هاي وسائل بقاء. يعني صارت النكبة كانت وسيلة البقاء الأولى، إما إنه نترك ونستسلم للخوف ونترك البلد أو نضل. باللحظة اللي بقينا 150,000 اللي بقيوا، أنا حسب رأيي أبطال، دغري فاتوا على حكم عسكري، غير إنه بدوا يصوتوا الكنيسة ومارسوا الإسرائيلية في مشوهة بشكل معين. بس بال 48 كانت نكبة، بال 51 أنتجت مسرحية في حيفا فلسطينية. لحد 66، لحد الحكم العسكري، بعد الحكم العسكري كان وسائل البقاء في الحكم العسكري مثيرة جدا. يعني قصص كيف الفلسطيني قدر يبقى في البلد ويطور حاله ويطعم أولاده تحت عمق حكم عسكري، من نكبة اللي فقد فيها كل شيء لل 66، لحد ما شوي رفع الحكم العسكري، وبعدين 73، وبعدين الانتفاضة الأولى اللي هي كمان محور مهم. في عجائبية، وإميل حبيبي لما كتب عن الفلسطيني في المتشائل، اللي هو جاي من المتشائل اللي جاي من المريخ أو من كوكب خارج الأرض، أنا حسب رأيي هذا مجاز هائل. في إشي عجائبي غير طبيعي في صيرورة بقاء عرب الداخل، وإنه مجرد إنه بعدنا بنحكي عربي ومنآمن في التواصل الفلسطيني، في شيء إعجازي حسب رأيي. طبعا هذا لا يحولنا لأبطال وإسا أنا قاعد وهيك وبنفخ بحالي وكذا، هذا كمان حولنا لنوع من الفلسطينيين مشوهين. وأنا أعتقد إنه إحنا لسنا فلسطينيين بالكامل ولسنا إسرائيليين بالكامل، إحنا نوع معين من شريحة من إحدى شرائح المجتمع الفلسطيني اللي لها خصوصية قاتلة. ليش قاتلة؟ لأنه صعبة الفهم. لا لا ما جوال. ميكروفونك. في سوء فهم قاتل اللي هو بأثر كثير على التواصل. يعني إحنا أنا مؤامرة. أنا على فكرة أول مرة بكتب الندوة، خفت، مؤتمر مهم وأكاديميين وهيك، بس شكله مش راح أقرأ إشي بالآخر. إحنا عايشين تناقض رهيب. إحنا هسا عم بحكي، بدي أحصر حالي لحد ما تخلص مداخلتي، في كتاب الأدب، صناع السينما والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية وباقي طرائق الفنون والثقافة. لما بقول إحنا عايشين تناقض رهيب يا جماعة. إحنا من جهة نتعلم في الأكاديميات والمعاهد الإسرائيلية، والجماعة بناتنا مناح، بيعملوا مسرح منيح، والسينما عم تتطور عنهم بشكل كبير، أدبهم غني جدا. ومن جهة تانية عندنا أزمة أخلاقية كبيرة في أنه أنا عم أتعلم مؤسسة إسرائيلية وباخد أدوات إسرائيلية. طب أنا وين فلسطينيتي بالآخر؟ وهل إذا جيرت الأدوات المهنية الفلسطينية وجيت فيها عرام الله، وجيت في عبريتي الإسرائيلية، وجيت بعبريتي وبشهادة الام اي والبي اي من جامعة حيفا أو تل أبيب، وجيت في حضوري الثقافي الغربي على الأغلب، لأنه لحد اليوم ما شفتش ولا كاتب يعني أو كذا عم بكتبوا أسلوب المقامات، كلنا بنكتب رواية وقصة قصيرة اللي هي طرائق عصرية غربية للإسرائيلية طوروها جدا في الداخل. وهذا أنا حسب رأيي هاي مشكلة أساسية أولى، في سوء فهم أساسي. يعني اليوم أقل، بس بفترة أكيد الستينات والسبعينات واضح. لحد يعني أنا بحكي لي بعض الفنانين اللي كانوا رياديين، لما تأسس مسرح الحكواتي وأسسه فرنسوا أبو سالم، كان معه فنان من الداخل راضي شحادة من المغار، وكانت اللبس وحالة الفوضى اللي تعم المكان لما يقول إنه هو من المغار من العرب الداخل، طبعا يصير دغري انه من عرب اسرائيل، شو بيعمل هون، وكيف هو شريك في تاسيس مسرح فلسطيني، وكيف هو بيشتغل مع فرانسوا. لحد ما بدي تصير عمليه تطبيع ما بين وجود الثقافه العرب الداخل في كل الشحنه الاسرائيليه بمعطياتها الموضوعيه اللي دخلت على العمل الثقافي بال 67 هون، لحد ما تأسس مسرح القصب، ولحد ما برزوا السينمائيين في الفلسطيني الداخل على رأسهم ميشيل خليفي ولي سليمان وهاني أبو أسعد، كان في علامة سؤال كبيرة على شرعية صنع مسرح أو أدب فلسطيني بأدوات متأثرة إسرائيليا، خلينا نقول اللي هي منتوج للأكاديمية الإسرائيلية، أو حراك ما بين مسارح إسرائيلية مع فلسطينية في الداخل، أو حتى يعني رموز
الثقافة الفلسطينية زي محمد بكري ومكرم خوري سليم ضو غسان عباس وخليفة نطور ومحمود قدح وكل الجيل، مش عم بحكي على الجيل الجديد، عم بحكي على الجيل المؤسس، كلهم ربيوا في المسارح الإسرائيلية. طب هاي إشكالية كبيرة. بالثمانينات صار بعد الانتفاضة الأولى بالأساس وبعد الهبة اللي كانت عند عرب داخل والتضامن السياسي، الانتفاضة الأولى عملت إشي إيجابي حسب رأيي في التواصل الثقافي، إشي إيجابي كبير لأنه بدي يطلع بيانات وبدي يصير وفود وبدي يطلع تصريحات في الإعلام، وفجأة صار حضور للممثلين وللكتاب وصار في صوت لعرب الداخل ضد القمع الانتفاضة الأولى، وهذا كانش موجود بشكل مكثف قبل الانتفاضة الأولى. صار في حالة تطبيق، صار في حالة احتضان، صار في حالة قبول، لدرجة أنه مسرح الحكواتي في قيمته، مسرح القصبة في رام الله في قيمته، كان ما يقل عن 50% من الكاست من كتاب ومخرجين ممثلين من عرب الداخل لفترة طويلة جدا لحد قبل سنتين ثلاثة. مع ذلك يعني التيم الأساسي اللي أقوله هون أنه كل التواصل الثقافي اللي عم بيصير هو برغم الفشل المؤسساتي الحاضن، برغم لحد اليوم ما في مسرح وطني فلسطيني شامل مثلا، لحد اليوم ما في دار نشر فلسطينية من المطلي لإيلات تقول انه هاي ارض فلسطين تاريخية، لنا فرع في رام الله ولنا فرع في حيفا او في الناصري ونحن ننشر الادب الفلسطيني كأجندة أولية بدون علاقة في المكان والجغرافيا والحدود. ما فيش هيك مشروع، ما فيش صناديق سينمائية اللي تطور انتاج فلسطيني مشترك. يعني بمجرد زي توفيق ابو وائل وزي الي سليمان في بداياته وزي نزار حسن في بداياته وزي انا اليوم كمان انتج فيلم بدعم اسرائيلي، اخذنا فلوس من صناديق اسرائيليه، بهاي اللحظه انتهت شرعيتنا، انتهت شرعيه الفيلم، لا يعرض في الدول العربيه، يقاطع وتقوم على حملات مقاطعه. السيء في هذا المشهد في غياب المؤسسه الحاضنه او في غياب توجه منظم لعمليه التواصل يؤدي إلى استنادة بشكل مطلق على المزاجية الفردانية وعلى تضارب المصالح. يعني لما قامت مؤسسة القطان ابتدعوا جوائز الفنية في مضامير الفن والأدب، اللي هي جوائز ممتازة مباركة وحسب رأيي عملت خدمة كبيرة لجمهور الثقافي. بدينا احنا من عرب الداخل نفوز بالجوائز، وصار يصلني حكي في من مقاهي رام الله بالأساس انه كيف ولماذا وليش، وانه في هنا شكل تطبيع، حتى انه يعني شوي انه بدي اقبس في انسان بديش اقبس اسمه بعرفش شكله يمكن قاعد هون كتب وليد اهلا اهلين يا رفيق وليد ابو بكر كتب مقال ضد روايتي فازت بجائزة القطام بال2000 لا طبعا اربعة يعني مش قاحح عن جد اربع دقايق لا مزبوط ظلمتني يا رفيق بس على اي حال اذا في لا لا مش هيك اذا في اجماع ممكن نعطيه 40 لا 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 بديش اعذبكم طيب معناته بنتقل للتلخيص لا بس الحساب مزبوط يعني الثقافي دائما بالاخر ودائما هامشيه مع انه ضحك علي حسن قال لي اللي بحكي بالاخر هو اللي بتذكروه هيك يعني حاول لا بروح للتلخيص انا عم بصيبني زي جورج برنارد شو بقول انا اعرف انني اذكى انسان في العالم لذلك اقتبس نفسي دائما بس مش هذا كان قصدي لانه كان عندي امثله كثير بس انه وليد ابو بكر ضايقوا انه في روايه اسمها السيرك فازت بجائزه القطان كانت اول سنه بجوائز القطان واخذت ايش غير صحيح اوكي اذا سمحت لي لا ايش هو لا لا ممكن لا لا ممكن بالنقاش بعد انتهاء المداخلات ابداء كل الملاحظات بس اذا لا انا ما حكيت شيء لا لا قصدي بحكي معطيات لا لا قصدي لكسب الوقت طب خلص اسحب لي اياها هاي بعمله بيني وبينك المثال بس بس المقال بجريدة الايام موجود يا اخي خلينا نكمل اوكي ننتقل الى التلخيص بدي احاول اتذكر مثال ثاني اللي مش مرتبط فيه شوي متخوزق هذا اوفر نرجسيه بس انه طيب هيك التلخيص ده باربع نقاط التواصل والقطيعه في العلاقه بين شقي الطرف الاخضر
تتعلقان كثيرا بالظروف المعطاة في فترات زمنية مختلفة وبالقدرة على إنشاء مشاريع مشتركة جامعة وربما تنظيمات أو أجسام عبر طرفي الخط الأخضر. أي أن الأمر متروك اليوم للنوايا الحسنة والمبادرات الشخصية الفردية. إذا في مسرح نشيط بعمل إنتاج بين الميدان والحكواتي، ما فيش مسرح نشيط لا ينتج. وإذا في كاتب نشيط بده يصدر كتاب في رام الله في أي دار نشر أو يعمل كتاب مشترك مع كتاب فلسطين آخرين بنعمل، ما فيش شيء ما بنعملش. وإذا في ملحن نشيط بده يطلع ديسك اللي يجيب يعزفوا مع عازفين أو ملحنين آخرين من رام الله أو من نابلس أو من جنين، إذا هو نشيط وعنده الخضرة وراح ودور على تمويل وكل هاي الشغلات ينعمل. إذا ما نعمل ما فيش حدا بيعمل. يعني كل التواصل الثقافي اللي إحنا فخورين فيه ومنحبه بجد أنا بحبه مبني على النوايا الحسنة الفردية، وهذا سيء جدا جدا. هذا فشل ذريع للمنظمة التحرير الفلسطينية، للسلطة الفلسطينية، لأحزابنا في كل مناطق تواجدها، لكل النخب اللي بتحكي رومانسيات وشعارات على أهمية الثقافة وبناء الهوية والانتماء موروث لأبنائنا وكل هالشيء. هذا حكي فاضي كله، متأسف. حكي إن كان أكاديميات أو إن كان خطابات شعارية، فش حد لحد اليوم قام وقال الهم الثقافي هم أساسي عند الشعب الفلسطيني، وبناء هوية مشتركة بين ابن حيفا والناصري ورام الله ونابلس جزء أساسي من الصندوق الأسود تبع القضية الفلسطينية، ولا حدا عمل هيك شيء لحد اليوم. وهي المأساة التواصل الثقافي، ما فيش تواصل إلا إذا كان في كم انتحاري. على فكرة كل المبادرات كانت لتواصل ما بين حيفا ورام الله وجنين واللي بدكم إياه أدت انتهت الآخر في إما في إفلاس أو في حالة يأس من العمل الفلسطيني المشترك أو في حالة نوع من الضياع لأنه فيش بوصلة. التلخيص الثاني أنه طبيعة الوضع الأمني يمنع مجيء فلسطيني الضفة وغزة إلى الداخل، وبالتالي فإن أي تواصل ملموس وعمل مشترك يجري على محور رام الله حيفا أو رام الله الناصري عبر جهة تنقل واحدة أحادية الطريق، وهذا يصعب من استمرارية العمل المشترك. هذا ظرف موضوعي وتقني في غاية الأهمية حسب رأيي، لأنه إذا إحنا عبر الداخل كسلنا شي سنة بعدش في تواصل ثقافي. أشكره هيك يعني إنه في الجماعة من ناحية أمنية واحتلالية ممنوعين إنه يجوا على الداخل. إذا إحنا هذه يعني لظرف موضوعي قررنا إنه أنا هذه السنة بديش أكتب للقصبة أو بديش أشتغل أو بديش أعمل عرض موسيقي في رام الله أو بديش أشتغل في مسرح في جنين، التواصل الثقافي ينتهي. هذا نابع كمان من كمان فشل اللي إحنا أهل الإبداع والثقافة مسؤولين عنه، مش أنتو أو حدا تاني، اللي هو العدم استغلال الفضاء الإنترنت بشكل عملي لحد اليوم. يعني في بتلاقي مواقع وبتلاقي كتابات وبتلاقي كذا، ما حد اليوم ما فيش موقع فلسطيني جامع لحد اليوم، فيش أي مؤسسة أو أفراد أقاموا مثلا شبكة المبدعين الفلسطينيين، حطوا عملوا داتابيس تبع 1000 واحد صورة زي الفيسبوك وبروفايل وكذا وأعمال بي دي إف وعملوا له ترويج في العالم وتحول لمصدر معلومات أولي للإبداع الفلسطيني مثلا. هذا غير أنه بيخدمني كفلسطيني، إقبالي الفلسطيني مش واصل. أنا يعني بعرف على الأقل 30 واحد في الداخل بيكتبوا وبيخرجوا بمثل ولا واحد فيه، في مشكلة مش معروف. بعد اللي دقيقة النقطة الأخيرة هي أكثر نقطة شائكة، كل قصة التطبيع والعلاقة مع دولة إسرائيل. إحنا كيف تعرفوا مواطنين في الدولة ندفع ضرائب، وبحكم علاقتنا الجدلية كمواطنين في الدولة لنا حقوق وواجبات، إحنا كل الحقوق القانونية بنقدمها، بالمقابل بيطلعنا امتيازات. يعني في بين 20-25 مليون بتعلق في السنة وبتعلق ب6-7 وزارات حسب ميزانيتها، تخصص ميزانيات للثقافة على اختلافها إن كان من ناحية إنتاج أو ترويج أو تمكين أو دورات وما إلى ذلك لفلسطيني الداخل، يستغل عادة بين 15-16 مليون في السنة. 6 ملايين بيجوا من دائرة الثقافة العربية والباقي من وزارة الثقافة نفسها، من وزارة الصناعة والتجارة، مرات وزارة السير بتعمل مسرحيات على الحضر على الهاي، وزارة الصحة بتعمل مسرحيات للسوس وسنان وكذا شغلات عنها ازاي. سوسي وسوس اذا بتسمعوا بالمسرحية. اشكالية هائلة في التواصل الثقافي ما بين عرب 48 وما بين رام الله او نابلس او جنين في قضية التمويل، انه انتم بتاخذوا من المؤسسة الاسرائيلية، انتم مطبعين. وهذا الحديث اشتد في آخر سنتين مش خف،
الأسباب ما بعرفها، بتخيل يعني فيها أشياء فردانية وكذا، لأنه ما فيش علاقة مؤسساتية. فإحنا يعني لما بصير هبة في رام الله ضد التطبيع، إحنا أول ناس بناكلها. أنا بعرف شاعرين وكاتبة وفنان مسرحي مهدور دمهم في رام الله في المقاهي، إنه مش راح يطخوهم يعني، بس إنه يعني لقمة سائغة في أفواه المثقفين هون، إنه ليش الجماعة مطبعين أو الجماعة اللي بدك إياهم. فهاي النقطة الشائكة لم تحل بعد. في مبادرة من حملة المقاطعة الفلسطينية، وعمر بروثي كان في ندوة عندنا في حيفا قبل شهرين، لإيجاد معايير خاصة بعرب الداخل لتسوية هذا الموضوع. والاتجاه إنه يحق لنا الأخذ من المؤسسات مع حذر كبير لأهداف التمويل وتأثيرها على العملية الإبداعية نفسها. شكراً.